هاي جيرلز، إذا كان شعركم مصبوغ باللون الأشقر، أكثر مشكلة ممكن تواجهكم هي اليلو أندرتونز والنحاسية. هيدا الشيء طبيعي مع تعرض الشعر للتلوث، الشمس، الكيميكال برودكتس ومع مرور الوقت على الصبغة. بس كيف ممكن تحافظوا على جمال اللون الأشقر ولا يبقى لفترة طويلة؟ تعرفوا معنا على شامبو بان اولترا فيولي من بلون ابسولو رينج من كيراستاز. هيدا الشامبو مخصص للشعر الأشقر وبيستخدموه الهير دريسرز ليحموا اللون. هو بيجي ضمن رينج كاملة مع ماسك أو كونديشنر. عبود الشامبو لونه بيربل وتصميمه بيتشابه مع أنواع الشامبو التانية من كيراستاز. للطبقه بتبلل الشعر بالمي وبتسكبه تقريباً قد كف الإيد وبتوزعه على الشعر من قدام أول شيء وبعدين لورا. بترجع بتحطوا مي على الشعر ليرغي وتتركوه من دقيقتين لخمس دقايق وبعدين تشطفوه منيح. هالشامبو بتستعملوه بس مرة واحدة بالأسبوع، ولباقي الأيام تستعملوا شامبو مخصص للشعر الملون. لتعرفوا أكثر عن هالشامبو تابعوا الفول ريفيو اللي حضرنا لكم إياها على أنوثة ريفيوز دوت كوم. إذا أنتوا جربتوه ما تنسوا تشاركونا الريفيو تبعكم.